بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التوحيد يا عباد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الموضوع موضوع مهم، وهو ما سمعتم الإعلان عنه، وهو التوحيد يا عباد الله. توحيد بالنصب على الإغراء، وهذا الأسلوب في اللغة يستعمل للأشياء المهمة، الأشياء المهمة إما للحث عليها أو التحذير منها، والمراد هنا الحث على هذا الموضوع، وهو موضوع التوحيد. وخاطب بذلك دعاة الإسلام، أي الذين يدعون الناس إلى الإسلام لأجل أن يبدأوا به في دعوتهم، فليس هو من الأمور الهامشية أو الأمور الثانوية اللي يسمونها ثانوية، وإنما هو الأصل والأساس. فيجب على من يدعو إلى الإسلام أن يبدأ بالتوحيد، وهي بداية الرسل عليهم الصلاة والسلام. وكل الرسل من أولهم إلى آخرهم يبدأون دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد، لأن التوحيد هو الأساس الذي يبنى عليه الدين. فإذا تحقق التوحيد قام عليه البنيان، وذلك مثل أساسات البيوت والمباني، فإن المباني تؤسس أولا ويعتنى بالأساس، ثم يبنى عليها البنيان ويرتفع. فلا يقوم بنيان بدون أساس قوي يرتكز عليه ويقوم عليه. فلو أنك بنيت بنيانا على غير أساس سليم وقوي انهار البنيان وهلك من فيه. فكذلك الدين إذا لم يبنى على عقيدة، لا عقيدة صحيحة، فإنه يكون دينا لا ينفع صاحبه ولا يفيده شيئا مهما أتعب نفسه فيه، فإنه لا ينفعه لأنه لم يبنى على أساس صحيح وهو التوحيد. فلذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يدعون الأمم إلى التوحيد، قبل أن يدعوهم إلى الصلاة والزكاة والصيام، وقبل أن ينهوهم عن الزنا والسرقة وشرب الخمر والذنوب، يبدأون بالأساس الذي هو التوحيد. فكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قالها نوح عليه السلام، وقالها هود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر النبيين، ومحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو التوحيد. فكل رسول يبدأ دعوته بهذا الأصل، فيأمرون بلا إله إلا الله وإفراد الله بالعبادة، ثم بعد ذلك يأمرون ببقية الشرائع. ما لم يستجيبوا للتوحيد فإنهم لا يأمرونهم بشيء، فإن استجابوا للتوحيد أمروهم ونهوهم ووجهوهم وبلغوهم الشرائع. إذا تحقق هذا الأساس، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله في مكة أول ما بدأ به الدعوة إلى التوحيد والنهي عن عبادة الأصنام وعبادة غير الله، وكان يقول لهم: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يدعوهم إلى التوحيد.
وإفراد الله بالعبادة. فمنهم من استجاب وهم القلة، ومنهم من أبى وعاند وهم الكثرة. ومكث صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد، إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه من الأصنام والأشجار والأحجار وسائر المخلوقات، فيأمرهم بما أمرهم الله به وهو التوحيد، وينهاهم عما نهاهم عنه وهو الشرك، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلال. يسير في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فلما أصر المشركون على الشرك وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، أجعل أي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق أي كذب. فهم لا يريدون أن تكون الآلهة إلها واحدا، وإنما يريدون أن يبقى كل يعبد ما يريد من الأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأولياء والصالحين والملائكة والجن والإنس، كل يعبد ما يريد. هكذا يأمرهم الشيطان، والله يأمرهم بالتوحيد والشيطان يأمرهم بالشرك. استجابوا للشيطان واستنكروا أمر الله سبحانه وتعالى، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة في الآخرة، أي دين آبائهم، دين آبائهم وأجدادهم. فهذا الرجل كذاب مختلق. وش الدليل؟ الدليل أنه جاء بشيء ما كان عليه آباؤه، وهذا هو الدليل. تقليد الآباء والأجداد دليل؟ لا، لكن هذا دليل المنتكس والعياذ بالله. أما المهتدي الدليل ما قال الله وقال رسوله، هذا هو الدليل. فمكث صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهم يضايقونه ويؤذون أصحابه وأتباعه ويهددونه بأشد الوعيد ويعذبون من قدروا على تعذيبه، ولكن المسلمون ثابتون وصابرون على الابتلاء والامتحان ومتمسكون بدين الرسول صلى الله عليه وسلم. والذين يدخلون في الإسلام كثيرون. ولما رأى المشركون ذلك ضاقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ذرعا وبأصحابه، فتآمروا عليه بعد أن جربوا كل وسائل التعذيب وكل وسائل المضايقات ولم تجدي شيئا، ولم تصرف الناس، لم تصرف المسلمين عن دينهم. عند ذلك تآمروا ماذا يصنعون بهذا الرجل، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله، الله خير الماكرين. عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة، أذن لهم بالهجرة إلى المدينة. لما جاء وفد من المدينة والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالحج، ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقبلوا وأعلنوا إسلامهم وذهبوا إلى المدينة إلى قومهم ونشروا الدعوة في المدينة وكثر الإسلام في المدينة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة فرارا بدينهم من أذى الكفار، فهاجروا، وبقي هو صلى الله عليه وسلم، خشي الكفار أنه يلحق بأصحابه ويتكون عنده قوة يهاجمهم بها، خشوا أنه يلحق بأصحابه. فتآمروا، بعضهم قال أثبتوه، يعني اسجنوه، خلوه بالسجن، اسجنوه
سجن مؤبد. وبعضهم قال اقتلوه واستريحوا منه، وبعضهم قال انفوه، اخرجوه من البلد واطردوه. تشاوروا في هذا في دار الندوة، فجاءهم الشيطان بصورة رجل فأشار عليهم بالرأي الثاني أن يقتلوه، أشار عليهم أن يقتلوه. لكن كيف يقتلونه وهو من قريش، وقريش ستثأر له منهم إذا قتلوه، لأنهم كانوا عندهم الحمية، عندهم الحمية ولا يسمحون أنه يقتل منهم أحد ولو كانوا كفارا. فخشوا من قريش إنهم إن قتلوه أن يثأروا له، فأشكل عليهم تنفيذ القتل. فجاءهم الشيطان وقال لهم اختاروا من كل قبيلة فتى قويا، من كل قبيلة فتى قوي، وأعطوهم سلاحا قويا مثل الرمح أو السيف، خلوهم يضربونه ضربة رجل واحد. هالجماعة من الفتيان يضربونه ضربة واحدة ويقضون عليه حتى يتفرق دمه في القبائل، فلا تقدر قريش على أن تثأر من القبائل كلها. فصوبوا هذا الرأي وجمعوا الفتيان، أحضروا السلاح. النبي صلى الله عليه وسلم راقد على فراشه، بقوا على الباب ترصدون خروجه. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره بمكيدتهم، فدعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الفتى القوي الشجاع، دعاه وأمره أن يرقد على فراشه صلى الله عليه وسلم وأن يلتحف بلحافه حتى ينظرون إليه، حتى ينظروا إليه ويظنون أنه الرسول. فجاء علي رضي الله عنه ورقد على الفراش، فصاروا ينظرون إليه وهو راقد على الفراش. شوف الثبات والقوة والإيمان. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بينهم ولم يشعروا به، خرج من بينهم ولم يشعروا به، ألقى الله عليهم الغفلة وعدم الشعور حتى خرج من بينهم وذر التراب على رؤوسهم عليه الصلاة والسلام. وذهب هو وأبو بكر رضي الله عنه إلى غار ثور جنوب مكة من أجل أن يعمي الأخبار عليهم اختفى هو صاحبه في الغار، وجعل بيت أبي بكر بناته ويأتون لهم بالطعام ويأتون لهم بالشراب في الغار. وصارت قريش تختبط في الجهات تبحث عنه صلى الله عليه وسلم، وجعلوا لمن يأتي به حيا أو ميتا وزنه من الذهب، حتى إنهم جاءوا ووقفوا على الغار، على غار ثور، وأعمى الله بصائرهم، أعمى الله أبصارهم، فلم يشعروا به صلى الله عليه وسلم وهو عند أقدامهم وهم واقفون عليه. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني أن الله معهما سبحانه بنصره وتأييده وحمايته، ما يقدرون أبدا. فأنزل الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني هو أبو بكر رضي الله عنه، إذ هما في الغار غار ثور إذ يقول لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. رجعوا خائبين. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من الغار بعد ما يئسوا من العثور عليه، خرج هو وصاحبه فقد استأجر لهما دليلا على الطريق، وركبوا الرواحل وذهبوا إلى المدينة
آمنين ووصل إلى المدينة. الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في مكة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد قبل أن يأمر بالصلاة. الصلاة فرضت قبل الهجرة لزمن يسير، وقبل أن يأمر بالزكاة، قبل أن يأمر بالصيام، قبل أن يأمر بالحج، قبل أن يأمر ببقية أمور الدين، إنما كان يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك مدة 13 سنة. ثم هاجر إلى المدينة ووجد الأنصار ووجد القوة، فصار يغزو قريشا، صار يغزوهم ويقاتلهم حتى نصره الله عليهم وظهر دين الله عز وجل ودخل الناس في دين الله أفواجا، حتى الذين كانوا يحاربونه ويعادونه من الله على كثير منهم بالهداية فأسلموا وحسن إسلامهم. وهذا نتيجة الصبر، نتيجة الثبات على الحق والثبات على الدعوة إلى التوحيد، وأن التوحيد هو الأساس. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم لو قال لهم اتركوا الزنا، اتركوا شرب الخمر، اتركوا كذا، اتركوا كذا، لما شق عليهم ذلك وتركوه. لكن لما قال لهم اتركوا عبادة الأصنام واعبدوا الله وحده لا شريك له، لم يتحملوا هذا، لم يتحملوا ترك عبادة الأصنام، لأنها قد أشربت بها قلوبهم والعياذ بالله، وأحبوها ويخافون من ترك عبادة الأصنام، يخافون من العقوبة ويخافون، يجي لهم الشيطان ويخوفهم. فهذا دليل على أن التوحيد هو أول ما يبدأ به في الدعوة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل الدعاة يأمرهم بأن يبدأوا بالدعوة إلى التوحيد، فإذا استجاب الناس فإنهم يأمرونهم ببقية أوامر الدين. ولذلك لما بعث معاذا إلى اليمن، لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. أول ما أمره أن يأمر أن يدعو إليه التوحيد، أن يدعو إلى التوحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إنه يأمرهم بالصلاة والزكاة. أما إذا لم يستجيبوا ولم يقبلوا فلا فائدة من الصلاة ولا فائدة من الزكاة ولا فائدة من سائر الأعمال. فالأعمال لا تصح إلا مع التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وأما إذا كان هناك شرك فإن العبادات لا تنفع، لأن الشرك يحبط الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولما أعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الراية يوم خيبر قال له انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، بساحة اليهود، يهود خيبر، أي قريبا من حصنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ما قال ادعهم إلى الإسلام وسكت، بل قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله. وحق الله هو التوحيد، حق الله هو التوحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم،
قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله الذي خلق الخلق من أجله، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، اشرح لهم الإسلام ما هو، لا تدعهم إلى الإسلام مجملا، بل بين لهم ما هو الإسلام، أنه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج بيت الله الحرام، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وانظروا كيف بدأ بالشهادتين أولا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، رجل واحد يهديه الله على يدك يدخل في الإسلام والتوحيد ويترك الشرك يكون لك أجره مثل يكون لك مثل أجره، كما قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، الإبل النفيسة، الإبل النفيسة، فكيف إذا هدى الله على يديك أكثر من واحد، هدى الله على يديك أمة من الناس، هدى الله على يديك أهل بلد، هدى الله على يديك قبيلة، هدى الله على يديك أمة من الناس، يكون الأجر أكثر عند الله سبحانه وتعالى. دعوة إلى الله أجرها عظيم وثوابها جزيل، قال الله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذا أحسن الناس، أحسن الناس قولا. الدعوة إلى الله واجبة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لا يسع المسلم الذي من الله عليه بالإسلام وعرف الحق وعرف الباطل، لا يجوز له أن يسكت ويقتصر على نفسه، بل لا بد أن يدعو الناس إلى الإسلام، ولا بد أن يبين للناس ما هو الإسلام حتى يعرفوه ويلتزموا به. فأول ما يدعى الناس إلى التوحيد، ولذلك كان الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم أول ما يبدأون بالتوحيد، ثم يتابعون بقية الأوامر الشرعية. وإذا لم يحصل استجابة للتوحيد فلا فائدة من بقية الأوامر، فإما أن ينزل عليهم هلاك مستأصل كما حصل للأمم السابقة إذا أبوا أن يقبلوا التوحيد وأصروا على عبادة الأصنام، فإن الله يهلكهم عن آخرهم كما حصل لقوم نوح، وكما حصل لعاد وثمود، كما حصل للأمم السابقة. وإما أن يؤمر الرسول بأن يجاهدهم كما حصل لموسى عليه السلام ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمر بالجهاد أولا الدعوة إلى الله، فإن استجابوا وإلا يجب قتالهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ويكون الدين كله لله. هيتركون في الأمم السابقة يهلكهم الله جميعا، أما في الأمم المتأخرة فيجب على الرسل وعلى الدعاة أن يجاهدوا من كفر بالله وأشرك بالله
ولا يترك الناس على شركهم وعلى كفرهم وعندهم المقدرة على جهادهم، ولكن الدعوة تسبق الجهاد، فمن قبل الحمد لله، ومن لم يقبل فلا بد من السيف، لا بد من الجهاد حتى يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. وهذه سيرة الدعاة المصلحين بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام، أنهم يجاهدون في سبيل الله من كفر بالله وتمرد على دين الله، يقاتلونه حتى يقمعوا الشرك والكفر والفساد وينشروا الصلاح والإصلاح في الأرض. هذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم إلى يوم القيامة، وهذه سيرة المصلحين الذين جاءوا بعد الرسل، خصوصا المصلحين من هذه الأمة، صاروا على هذا المنهج، يدعون الناس إلى التوحيد ويوضحونه لهم، فمن قبله فالحمد لله، ومن لم يقبله جاهدوه وقاتلوه حتى ينصرهم الله عليه ويعلي الله كلمته ويخذل أعداءه. هذا هو ديننا. والتوحيد، ما هو التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، هذا هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو التوحيد، عبادة الله وترك الطاغوت وهو عبادة ما سواه، كما قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. يسلم وجهه لله، هذا هو التوحيد، بأن يخلص أعماله لله، هذا إسلام الوجه، والوجه القصد، يسلم وجهه أن يخلص قصده ونيته لله سبحانه وتعالى، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، يترك البدع والمحدثات والخرافات ويتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الأمرين: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، معنى شهادة أن لا إله إلا الله الإخلاص لله العبادة، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله اتباعه والعمل بما جاء به صلى الله عليه وسلم، وترك البدع والمحدثات والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذا هو العروة الوثقى، من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، بهذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة، فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. وفي الآية الأولى: فقد استمسك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذا هو التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. والإله معناه المعبود، أي لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا الله، فمن عبد من دون الله فهو معبود بالباطل لا بالحق، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذا هو التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة بجميع أنواع العبادة، ويكون في ذلك متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم على السنة وعلى شرع الله الذي شرعه لرسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يعبد إلا بما شرع سبحانه وتعالى، ولا يعبد الله بالبدع التي لم يشرعها الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الشرع توقيفي، هو باصطلاحي ولا اختياري ولا استحساني، ولا الشرع توقيفي، لا نعمل شيء من العبادات إلا إذا كانت على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التوحيد، وهذا هو العمل الصالح، فمن كان يرجو لقاء ربه
فليعمل عملا صالحا، ولا يكون صالحا إلا إذا كان مشروعا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الشرط الثاني، وهو الإخلاص لله عز وجل، هذا هو التوحيد. وليس التوحيد ما يقوله الجهال وأهل الضلال، أن التوحيد هو أن تعترف بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. ليس هذا هو التوحيد المطلوب. هذا ولو اعترف الإنسان به وحده لا يكفي، فإن المشركين كانوا معترفين به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، فأنى يؤفكون. ومن يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، من يدبر الأمر، فسيقولون الله. من هم اللي يقولون الله؟ المشركون، فسيقولون الله. قل أفلا تتقون، يعترفون بهذا. ولو كان هذا هو التوحيد لصاروا مسلمين، والله جل وعلا لم يقبل منهم هذا الاقتصار على هذا، بل أمر رسوله بقتالهم. لماذا؟ لما أشركوا مع الله في العبادة، الشرك إنما هو في العبادة، أما الشرك في الربوبية فهذا قليل في العالم، لأن أكثر العالم يقرون بتوحيد الربوبية بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، وإنما يعبدون معه من يقولون إنه يشفع عند الله، يشفع عنده، ولا كما قال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لم يقولوا إن هؤلاء يخلقون ويرزقون ويدبرون، بل قالوا شفعاء يعني وسائط عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا هو الشرك الموجود الآن عند القبوريين. لو سئلوا قيل لهم لماذا تعبدون القبور؟ قالوا والله احنا نعرف انهم ما لهم قدرة على الخلق والرزق، احنا ما نطلب منهم الا انهم يشفعون لنا عند الله. سبحان الله، الشرك يسمى شفاعة، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. شوف، سماه شركا ونزه نفسه عنه سبحانه وتعالى عما يشركون، مع أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وسماهم مشركين. إذن فالشرك هو عبادة غير الله سبحانه، بأي نوع من أنواع العبادة، بالدعاء بالذبح بالنذر بالاستغاثة بغير ذلك. فالذي يستغيث بالأموات ويذبح للقبور، والذي يدعو الأموات ويطلب منهم الحوائج، هذا هو الشرك الأكبر، عبادة لغير الله عز وجل. هذا دين المشركين الأولين، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة بجميع أنواع العبادة، والعبادة أنواع كثيرة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. العبادة تكون بالقلب، وذلك بالخشوع والخشية والرغبة والرهبة والمحبة والتوكل، وتكون العبادة باللسان التسبيح والتهليل وذكر الله عز وجل، وتكون العبادة بالأعضاء بالركوع والسجود والقيام بالصلاة والجهاد في سبيل الله، تكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، تكون العبادة بالذبح والنذر من الأفعال، إذا ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، استغاث بالأموات بالقبور، فقد أشرك بالله الشرك الأكبر، لأنه عبد غير الله، لأنه دعا غير الله، لأنه ذبح لغير الله، لأنه نذر لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقرن النسك معناها الذبيحة، وقرنها مع الصلاة،
فكما أنه لا يجوز الصلاة لغير الله لا يجوز الذبح لغير الله. قال تعالى فصلي لربك وانحر. النحر هو الذبح، قرنه مع الصلاة وقال لربك يعني لا لغيره. لا يجوز الذبح لغير الله، لا للجن ولا للقبور ولا للسحرة ولا للأشجار ولا للأحجار ولا للغيران ولا للصخور ولا لأي شيء بقصد جلب النفع أو دفع الضر. حتى ولو كان الإنسان يقول إنما هؤلاء شفعاء أو وسائط عند الله، هذا لا يجوز. الله جل وعلا أمر بعبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا تصح العبادة إلا بترك الشرك. أما من كان يعبد الله ثم يشرك به فإن عبادته لله باطلة، كما قال سبحانه في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في العبادة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا غير ذلك. العبادة حق لله سبحانه وتعالى. وأما الأولياء والصالحون حتى الرسل والملائكة لا تجوز عبادتهم ولا دعاؤهم من دون الله عز وجل. المفروض والواجب علينا محبتهم والاقتداء بهم، هذا هو المفروض، محبة الصالحين والاقتداء بهم والسير على منهجهم. أما العبادة فهي حق لله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني، لا تغلوا في مدحي، لا تغلوا في مدحي كما غلت النصارى في مدح المسيح حتى قالوا إنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاث وعبدوه من دون الله بالغلو والعياذ بالله. الرسول نهى عنها، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم حتى عبدوه، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. عبد من عباد الله وهو أشرف عباد الله، ورسول من الله سبحانه وتعالى، هذه ميزته وهذه صفاته صلى الله عليه وسلم، عبد ورسول عليه الصلاة والسلام. شرفه الله بالعبودية والرسالة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سماه الله عبدا. والعبد لا يعبد مع الله سبحانه وتعالى، العبد لا يعبد. وكل الخلق عباد لله جل وعلا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. المؤمنون والكفار يأتون إلى الله عباد، ليس لهم من الأمر شيء وليس لهم من العبادة شيء، بل هم محتاجون مضطرون إلى الله جل وعلا. فكيف يعبدون مع الله عز وجل؟ هذا هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. فإذا حققت هذا بأن عبدت الله وحده لا شريك له وتركت عبادة ما سواه، فقد وحدت ربك عز وجل وعرفت التوحيد. ويجب تعلم التوحيد ومعرفة التوحيد حتى يكون الإنسان على بصيرة. وإذا عرفت التوحيد لا بد أن تعرف الشرك ما هو، على من أجل أن تتجنبه. كيف تتجنب شيئا وأنت لا تعرفه؟ لا بد أن تعرف الشرك ما هو من أجل أن تتجنبه، وإلا إذا لم تعرفه فيوشك أن تقع فيه وأنت لا تدري. ولهذا يقول الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. ولهذا كان حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. لا بد أن تعرف الشرك ما هو وما هي أنواعه. الشرك هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك. وبعض العلماء يقول دعاء غير الله، وهو صحيح ولكن ليس مقصورا على الدعاء، بل كل أنواع العبادة لا يجوز للإنسان أن يشرك بالله. وإنما ذكر الدعاء لأنه أعظم أنواع العبادة.
فالشرك هو دعوة غيره معه، أو تقول الشرك هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وهذا أشمل وأوضح. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل فقد أشرك. والشرك نوعان: شرك أكبر يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار إذا مات عليه، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأكبر لا يغفره الله، من مات عليه فهو من أهل النار قطعا، وليس في النار وقت محدد ويخرج، لا، خالد مخلد في النار، حرام عليه الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا هو الشرك، هذه خطورته والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشرك بالله دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. هذا فضل التوحيد. والشرك والعياذ بالله مآله إلى النار خالدا مخلدا فيها، ولا يقبل المغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به. ما تقول: الله يغفر لي يوم القيامة، وإن وقع مني شرك فإن الله يغفره يوم القيامة مثل ما يغفر للزاني والسارق وشارب الخمر. نقول: لا، الشرك ما يغفر، الشرك ما يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، لمن يشاء سبحانه وتعالى. الشرك لا يدخل تحت المغفرة، هذا خطر عظيم. فما هو الشرك؟ لازم تعرف الشرك. الشرك قلنا هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وله بلازم أن كل العبادات تكون لغير الله، بل لو عبادة واحدة، لو نوع واحد من أنواع العبادة صرفته لغير الله صرت مشركا، ولو كنت في بقية الأنواع لم تشرك. فالشرك في نوع واحد من أنواع العبادة يحبط جميع أعمالك، هذا هو الشرك الأكبر، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. النوع الثاني الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، ولكن خطره عظيم لأنه يجر إلى الشرك الأكبر، وأيضا لا يغفره الله ولو كان أصغر، بعموم قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن صاحبه إن دخل النار لا يخلد. صاحب الشرك الأصغر يدخل النار ولكنه لا يخلد فيها مثل ما يخلد صاحب الشرك الأكبر، ولكنه لا يغفر، بل لا بد من تعذيب صاحبه ولو كان أصغر. وهذه خطورة عظيمة، أن الإنسان ما يتهاون بالشرك ويقول هذا شرك أصغر. ما هي أمثلة الشرك الأصغر؟ مثل الحلف بغير الله، الحلف بغير الله كأن يحلف بالنبي، يحلف بفلان، يحلف بالأمانة. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، وهذا يجري على ألسنة كثير من الناس حكم العادات والتقاليد، فيجب التوبة منه والحذر منه، أن لا يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل. إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كذلك من أنواع الشرك الأصغر يسير الرياء، يسير الرياء
كأن يصلي الإنسان ويحب أن الناس يمدحونه، أو يتصدق ويحب أن الناس يمدحونه ويثنون عليه، يعمل الأعمال الصالحة ويحب أن الناس يثنون عليه، هذا رياء، هذا يحبط العمل الذي يقع فيه. إذا عمل عملا فيه رياء فإنه يبطل ولا ثواب له فيه، لكن ما يبطل الأعمال الأخرى مثل الشرك الأكبر، وإنما يبطل العمل الذي وقع فيه. فالذي يرائي بأعماله هذا قد أشرك بالله عز وجل في هذا العمل، ولكنه شرك أصغر يبطل عمله ولا ثواب له فيه. وإذا كثر وصار عادة له في جميع الأعمال انتقل إلى الشرك الأكبر، كرياء المنافقين. المنافقون في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يراؤون الناس، كل أعمالهم رياء، لا يقصدون بها وجه الله، وإنما يريدون من الناس الثناء عليهم والتستر بالإسلام، وقلوبهم كافرة. هذا هو النفاق الأكبر، وهذا هو الرياء الأكبر. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالرياء على قسمين، القسم الأول شرك أكبر وهو رياء المنافقين الذين ليس في قلوبهم إيمان أصلا. النوع الثاني رياء المؤمنين الذين في قلوبهم إيمان وتوحيد، ولكن يزين لهم الشيطان حب الثناء، حب المدح، حب السمعة، فهذا لا يخرجهم من الملة، لكنه يحرمهم من ثواب أعمالهم التي وقع فيها الرياء. فعلى الإنسان أن يخاف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه قال الرياء. يقوم الإنسان فيصلي من أجل نظر رجل إليه، يقوم الإنسان فيصلي ويحسن صلاته من أجل نظر الرجل إليه، هذا خافه الرسول صلى الله عليه وسلم على صحابته، فكيف بغيرهم؟ هذا خطير أيضا لا يتساهل به. ومن الشرك الأصغر الشرك في الألفاظ، كان يقول لولا الله وأنت، لولا الله وأنت، ما صار كذا وكذا، هذا لا يجوز، هذا شرك في الله. وإن كان يعتقده بقلبه صار شرك أكبر، لكن إذا لم يقصده وإنما جرى على لسانه هذا شرك أصغر. والواجب أن يقول لولا الله ثم أنت، ما شاء الله ثم شئت، لأن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فلا يجوز أنك تجمع بين المخلوق والخالق في أمر من الأمور بالواو، ما شاء الله وشئت، لولا الله وأنت، بل تقول تأتي بثم، ما شاء الله ثم شئت، لولا الله ثم أنت، لأن ثم للترتيب، ثم للترتيب والتعقيب، أما الواو فهي للجمع، لمطلق الجمع، لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، فلذلك لا تأتي بالواو. وهذا ما فسر به عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال هو قول الرجل لولا الله وأنت، لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، إسناد الأمور إلى غير الله، هذا شرك أصغر، والواجب أن تحذر من هذا. ويعني هذا يدل على أنه يجب على الإنسان تعلم أمور العقيدة، فيعرف ما هو التوحيد وما هو الشرك، وما هي أنواع التوحيد وما هي أنواع الشرك، حتى يتجنبها، فالأمر ليس بالهين. ولذلك دراسة العقيدة ضرورية لكل مسلم من العوام والمتعلمين، لا بد يدرسون العقيدة، ولكن المتعلمون يدرسون العقيدة دراسة تفصيلية، وأما العوام فيدرسونها ولو دراسة إجمالية، ولو كلمات مختصرة يحفظها ويعرف تعريف التوحيد
وأنواع التوحيد، ويعرف أنواع الشرك، ويعرف ما هو النفاق وما هي أنواع النفاق، حتى يتجنبها، ويكون الإنسان جاهل بهذه الأمور الخطيرة. ولذلك سمعتم العنوان التوحيد يا دعاة الإسلام، هذا من باب الحث والتهييج على معرفة التوحيد وتعلمه والدعوة إليه ونشره في الناس حتى تسلم عقائد الناس. أكثر الناس يقعون في الشرك بسبب الجهل وعدم العناية وسكوت الدعاة. هناك أشياء في نفسها ليست شركا ولكنها وسيلة إلى الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بسد الوسائل التي تفضي إلى الشرك. فمثلا الصلاة عند القبور هذه لا تجوز، نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ومعنى اتخاذها مساجد الصلاة عندها، فلا يجوز للإنسان أن يصلي عند القبر وإن كان يصلي لله، لكن صلاته عند القبر محرمة. لماذا؟ لأنها وسيلة إلى الشرك، لأنه إذا صلى عند القبر وصار الناس يجون يصلون عند القبور وقع في قلوبهم أن الميت ينفع ويضر، فتوجهوا إليه ودعوه وقالوا ما صلى عند قبره إلا لأنه ينفع ويضر وله بركات وله كذا. الرسول سد هذا الباب ومنع من الصلاة عند القبور، لأن هذا من وسائل الشرك. الصلاة عندها وإن كان المصلي يصلي لله إلا أن فعله هذا محرم لأنه وسيلة إلى الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، البناء على القبور، القبور تدفن، يدفن الأموات في الأرض لكن لا ترفع قبورهم بالبناء أو بالزيادة على ترابها حتى تصبح مرتفعة، لأن هذا يوهم العوام ويوهم الجهال بأن هذا القبر ما رفع إلا وله شأن يتعلقون به. أما إذا كانت القبور سواء مدفونة ومرفوعة عن الأرض قدر شبر كلها متساوية ما يصير فيها شيء يلفت النظر، لكن لو صار بعض القبور مبني عليه ومجصص ومكتوب عليه اسم صاحبه الناس يتوجهون له يقول هذا قبر هذا له شأن، هذا قبر صالح من الصالحين أو ولي من الأولياء فيتوجهون إليه. هذا من وسائل الشرك. نهى عن البناء على القبور، نهى عن الصلاة عند القبور، نهى عن تجصيص القبور، نهى عن الكتابة على القبور، نهى عن إيقاد السرج في المقبرة عند القبور، يجعل عليها مصابيح دائمة مضيئة مثل الشوارع مثل الحدائق، حرام هذا لأن هذا وسيلة إلى الشرك. ويقول الناس والشيطان يقولون ما جعلت عليها هذه الأنوار إلا لأنها تنفع وتضر، فيقصدها الناس. أما إذا كانت القبور ليس فيها سرج ولا إضاءات وليس فيها مباني وليس فيها كتابات وليس فيها تجصيص فإنها لا تلفت الأنظار، أموات تحت الأرض ما أحد يلتفت له، لكن إلى منه بني عليهم الناس ينصرفون إليها، والشيطان حريص كل الحرص. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور لأنها من وسائل الشرك. وقال لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. والحديث في صحيح مسلم من رواية ابن هياج الأسدي كاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، لأن الصور من وسائل الشرك، خصوصا إذا علقت على الجدران أو نحتت من الصخور أو بنيت من التماثيل وعلقت ونصبت فإنها وسيلة إلى الشرك، كما حصل لقوم نوح. قوم نوح ما وقعوا في الشرك إلا بسبب الصور، لما صوروا صور الصالحين وعلقوها في النهاية عبدوها من دون الله. هذه من وسائل الشرك، تعليق الصور لا سيما صور المعظمين، تعظيم الآثار، هذه دار فلان وذي دار فلان وذا منزل فلان، هذا من وسائل الشرك. إذا صار هذا الإنسان من الصالحين أو من العلماء يتبركون بمنزله
تبركون بآثاره. فنحن نتجنب هذه الأمور لأنها من وسائل الشرك، ولو كانت في الوقت الحاضر ما فيها شرك، لكن نخشى من المستقبل. نحن إذا فتحنا الباب من بعدنا الشيطان حريص يجيهم، كما جاء إلى قوم نوح وقال إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا لأنها تنفع وتضر، وبها كانوا يسقون المطر، فوقع الشرك في قوم نوح بسبب الصور. فكذلك الآثار، آثار المعظمين من العلماء والصالحين والعباد لا ينبغي العناية بها والاحتفاظ بها، لأن هذا من وسائل الشرك الذي حصل في الأمم السابقة. ولهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يذهبون إلى الأمكنة التي كان الرسول يجلس فيها أو يصلي فيها، ما كانوا يذهبون إليها، لأن هذا من وسائل الشرك في المستقبل. ولما رأى عمر رضي الله عنه قوما يذهبون إلى مكان بيعة الرضوان، بيعة الحديبية، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، شجرة بالحديبية، فكان بعض الناس يذهب إليها في عهد عمر إلى هذه الشجرة. لما سأل لماذا يذهبون قالوا إنها يتبركون بها لأنها وقعت تحتها البيعة، أمر عمر رضي الله عنه بقطعها فقطعت. من أجل أي شيء؟ من أجل أن يقطع دابر الشرك، لأن هذه أسباب للشرك. ولو بقيت هذه الشجرة والناس يأتون إليها صارت صنم في المستقبل. فلذلك وسائل الشرك يا عباد الله، احذروا وسائل الشرك، لا تقربوها. الشيطان إذا لم يحصل على ما يريد يقتنع بالشيء اليسير، لأنه في المستقبل يستطيع أنه يطوره وينميه حتى يصير كبيرا. فعلينا أن نحذر من هذه الأمور، ونحافظ على عقيدتنا، ونعرف ما هو التوحيد وما هو الشرك وما هي وسائل الشرك حتى نتجنبها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم وجعل ذلك في مواضيع حسناتكم. الأسئلة كثيرة جداً، وبعضها يتكرر ويعتذر الإخوة في عقدها جميعاً، ولكن نعرض بعض الأسئلة في ضيق الوقت. أسأل شيخ. نعم. يقول سائل: ما رأيكم في الكفار في من يقول أن عبادة الأصنام والأوثان والأحجار قد اختفت ولا توجد في عصرنا، وإنما تجددت معبودات جديدة مثل عبادة الشهوات والأبواب وعبادة الأشخاص وشرك الحاكمية وعبادة الرياسة وغير ذلك؟ ويقول بعض نفس الصيغة. لا، خلينا فهم هذا السؤال، لا يخلو إما أن يكون الذي قاله وحكي عنه هذا الكلام إما أن يكون جاهلا لا يعرف، وإما أن يكون مغرضا وقصده تزيين الشرك، يقول الشرك اختفى انقطع، يعني ما هو موجود، كأنه ما يرى هالقبور اللي تعبد الآن وهالأضرحة التي تبنى في الأمصار تعبد من دون الله، يطاف به، يطوفون به، يا سيدي فلان أعطني كذا وكذا، ويذبحون لها وينذرون لها، يجحد الواقع هذا والعياذ بالله. قال الشرك ما هو خاص بعبادة الأصنام، الشرك يشمل كل ما عبد من دون الله من الأصنام والأشجار والأحجار والقبور وغير ذلك، هذا هو الشرك. فهذا في الحقيقة إما أنه جاهل لا يعرف الشرك، وإما أنه مغرض يريد محاربة دعوة التوحيد وإبقاء الناس على الشرك. نسأل الله العافية. نعم. يقول سائل: تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، هل هنالك أدلة ثابتة على ذلك؟ وهل قال الصحابة ذلك أم هذا بالاستقامة؟ يا سبحان الله، أنواع التوحيد الثلاثة مأخوذة من القرآن، كلها مأخوذة من القرآن. فالآيات التي تتحدث عن الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير هذه في توحيد الربوبية، والآيات التي تأمر بالعبادة وهذا كثير في القرآن، تأمر بالعبادة هذه في توحيد الألوهية.
الآيات التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته، هذه في توحيد الأسماء والصفات. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه الصفات. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه في أسماء الله وصفاته، فهي مأخوذة من القرآن، ما جاء بها أصحابها اصطلاحا من عند أنفسهم، وإنما أخذوها من القرآن الكريم. نعم. يقول سائل رحمه الله: يقول بعض الناس أن علم التوحيد علم بسيط يمكن شرحه في 10 دقائق، فما هو رأيك في ذلك؟ طيب، إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة، هي 3 دقائق ولا 13 سنة؟ يدعو الناس إلى التوحيد ويعرفهم بالتوحيد، هذا يرد عليه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول وراء ما علمهم التوحيد ب10 دقائق وانتهى، ولا 3 دقائق، يعني هذا أعطاه الله مهارة أكثر من ما أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلم التوحيد ب3 دقائق، وإن اللي هو علم يبين لنا من علمه التوحيد ب3 دقائق، منه يبين لنا واحد، فرد واحد، فكيف يعلم الناس كلهم التوحيد ب3 دقائق ولا 10 دقائق؟ نعم. قول سائل فضيلة الشيخ حفظكم الله وشكر الله على نعمكم بالله، أنا شاب أقضي عمري 16 عاما ولي في حلقات تحقيق القرآن سنة ونصف، وأردت أن أتجه لطلب العلم لكن مشرف على الحلقة أخبرني بأني أحتاج لتربية، وأني لو طلبت العلم من غير تربية سيؤدي ذلك إلى الانتكاسة، فلماذا تنصحونني حفظكم الله؟ طلب العلم هو التربية، ما في فرق بين التربية وطلب العلم، بل طلب العلم هو التربية، اطلب العلم، احفظ القرآن واطلب العلم، وهذا هو التربية. نعم. يقول بعض الناس الذي يخالف الأئمة ويخالف الجمهور فإنه يستحق العقوبة، ولما قال شيخ الإسلام الجمهور في مسألة شد الرحم إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم عوقب وكان الحق مع من عاقبه، فما صحة هذا القول؟ بارك الله فيكم. هذا كذب، ما هو بالجمهور يرون شد الرحال، هذا كذب، الجمهور يرون منع شد الرحال إلى القبور من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن جاء بعدهم، الجمهور على منع السفر لزيارة القبور، فقوله إن الجمهور على جوازه هذا كذب وافتراء على، وهذا ما يعرف الحقيقة، ما يعرف، هذا جاهل، أو إنه يريد التلبيس على الناس. منهم الجمهور الذي أجاز شد الرحال؟ هل أجازها الصحابة؟ هل أجازها التابعون وأتباع التابعين والقرون المفضلة؟ هل أجازها الأئمة الأربعة؟ هل أجازها من الذي أجاز؟ إلا نفر قليل أجازوا السفر وخالفوا الدليل في ذلك، فالحق مع من منع السفر لزيارة القبور لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى، وفي رواية لا تشدوا بالنهي الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، هذا ينفي السفر لزيارة القبور وغيرها. نعم. هل يحمل أن يجمل كون شيخ الإسلام أوذي في هذا؟ الرسول أوذي عليه الصلاة والسلام، سيد الخلق عليه الصلاة والسلام أوذي وعذب أصحابه، فالسجن والإيذاء للدعاة هذا ما هو هذا سنة الله جل وعلا في خلقه للابتلاء والامتحان، ما هو بشيخ الإسلام فقط. نعم. هل يحمل المجمل على المبصر في كلام الناس أم هو خاص بالكتاب والسنة؟ نرجو التوضيح حفظكم الله. الأصل إن حمل المجمل على المبصر، الأصل أنه في نصوص الشرع من الكتاب والسنة، لكن مع هذا أيضا يحمل كلام العلماء مجمله على مفصله، ولا يقول العلماء قولا مجملا حتى يرجع إلى التفصيل من كلامهم، يرجع إلى التفصيل من كلام، إذا كان لهم قولا مجمل وقولا مفصل نرجع إلى المفصل ولا نأخذ المجمل. نعم. يقول سائل: تقول الرحمن في أئمة الإسلام القدماء منهم المعاصرين بقول للمعاصرين أنهم لا يفهمون الواقع وأنهم لا معاصرين من الناس، فما توجيهكم للشباب في هذا الموضوع؟ بارك الله. نقول هذا كلام باطل ولا هو ليس جديدا، هذا موجود من ظهور الفرق الضالة من المعتزلة وغيرهم،
يطعنون حتى على الصحابة، طعنوا في الصحابة وغفلوهم، وطعنوا في أهل السنة جميعا وقالوا إنهم حشو وإنهم غثى وغثرة إلى آخر ما قالوا. هذا جديد، هالكلام هذا في أهل الحق، إن أهل الباطل يقولون في أهل الحق مثل هالكلام هذا، ولكن هذا ما يضر أهل الحق والحمد لله، وإنما يضر أصحابه الذين تكلموا به، ويرجع وباله وإثمه عليهم. نعم. هل ما أصاب الأمة الإسلامية اليوم من وحد ووعد ورجوع إلى الوراء وعدم تحقيقها التوحيد الخاص لله تعالى؟ نعم، ما أصاب المسلمين ما في شك أنه بسبب من عند أنفسهم، ولو رجعوا إلى دينهم وصححوه وحققوه خصوصا العقيدة أحصل لهم النصر على أعدائهم، كما حصل لأسلافهم لما حققوا التوحيد والعبادة وقاموا بالدين وأصلحوا أنفسهم، أعطاهم الله النصر والتأييد على أعدائهم. إذا حصل شيء من الخلل حصل شيء من الهزيمة. الصحابة رضي الله عنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد لما حصلت مخالفة يسيرة من بعض الصحابة حصل النكبة العظيمة على المسلمين، فقتل منهم، استشهد منهم 70، والرسول صلى الله عليه وسلم شج في وجنته وغاصت حلق المغفر في رأسه صلى الله عليه وسلم، ووقع في حفرة حفرها المشركون، وذلك بسبب مخالفة واحدة من بعض الصحابة لما أمرهم أن يبقوا على الجبل ولكنهم تركوا الجبل ونزلوا، حصلت الهزيمة على المسلمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. إذا كان هذا حصل لأفضل الخلق فكيف بمن بعدهم؟ قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال سبحانه في وقعة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم، هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فما أصابهم إنما هو من عند أنفسهم بسبب المخالفة التي حصلت من بعضهم. وقارن ما عليه المسلمون اليوم بما حصل من بعض الصحابة في وقعة أحد، ترى الفرق العظيم. ولولا عفو الله سبحانه وتعالى لحل بالمسلمين ما هو أشد من هذا. نسأل الله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا صحيحا. نعم. ما هو الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ عرفتم، سمعتم، الشرك الأكبر لا يغفره الله، لا يغفره الله، الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار. الشرك الأصغر من العلماء من يرى أنه يدخل تحت المغفرة، ومنهم من يرى أنه لا يدخل تحت المغفرة لكن لا يخلد صاحبه في النار كما يخلد صاحب الشرك الأكبر. الشرك الأكبر يخرج من الملة ويحبط جميع الأعمال، الشرك الأصغر لا يخرج من الملة ولا يحبط جميع الأعمال، وإنما يحبط العمل الذي وقع فيه فقط. نعم. هل ابن هذه الفرق ودعاء الله أن يشفع هذا الميت في الحي من الشرك الأكبر ما يطلب من الميت شفاعة يا إخوان؟ الميت ما يطلب منه شيء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الميت بحاجة إلى الدعاء، فكيف تطلب منه أنت؟ هو بحاجة إليك أنك تتصدق عنه، أنك تدعو له، أنك تحج عنه وتعتمر، هو بحاجة إلى أنك تنفعه بشيء من الأعمال الصالحة لأنه انقطع عمله، فكيف أنت تطلب منه؟ ما يطلب من الأموات شيء يا عباد الله، إنما يطلب من الله سبحانه وتعالى. الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت. لماذا تروح للأموات وتترك الحي الذي لا يموت، الذي عنده كل شيء سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء؟ لماذا لا تطلب من الله عز وجل؟ تروح القبر ولا تروح الميت وتترك دعاء الله
وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ادعو الله يا اخي. واما الميت ادع للميت دعوة صالحة ينفعه الله بها. نعم. يقول الذهاب إلى القبر ودعاء الله أن يشجع مال الولد ما يصلح هذا، ما يذهب إلى القبر. القبر ما يدعى عنده ولا يصلى عنده ولا يطاف به ولا يذبح له، وإن كان قصد الإنسان وجه الله، لكن ما يصلح في المكان. المكان هذا ما يصلح للعبادة، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. نعم. ما كان يذبح ما هذا شرك، هذا ذبح لغير الله. إذا ذبح للجن يخاف من شرهم فهذا ذبح لغير الله، هذا شرك أكبر يخرج من الملة. إذا ذبح للجن يخاف من شركهم، يخاف من شرهم من أجل أن يتركوه ولا يصيبوه بشيء، هذا شرك أكبر. نعم. يقول سائل: هل يجوز دفع زكاة مالي لشقيقي المقير وله عيال ولا عمل؟ لا بأس، هو أولى لزكاتك من غيره، لأن الصدقة على القريب المحتاج صدقة وصلة، فيها قربتان، قربة الصدقة وقربة صلة الرحم. نعم. يقول سائل: بعض النساء تيأس من قدام الخطيب للمرأة. نعم. بعض النساء تيأس من قدوم الخطيب للزوجة المتقدمة لها والزواج منها الرجل الصالح، وتتعجل فتواضع على الرجل العاقل، وبعض النساء المتدينات ترفض الزواج من الرجل الصالح لأنه متزوج، وتقبل من الرجل العاقل والزواج منه، وتقول عسى أن يهدي الله على يديه، فما قولكم وانصحكم؟ هذا وضع الرسول صلى الله عليه وسلم له ضابطا، قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته في رواية وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. المرأة إذا تقدم لها رجل صالح في دينه وصالح في أمانته وخلقه فلا تفوته، لأنها إذا فوتته ربما يعرض عنها الخطاب ويتركوها، فلا تفوت الفرصة. وله بلازم أن الواحد يصير أصلح الناس ولا مات به، ولو كان عنده شيء من النقص والخلل، كلنا عندنا نقص وخلل نستغفر الله عز وجل، يطلب الأمثل فالأمثل في كل وقت بحسبه. نعم. هل من ارتكب شركاً أكبر له توبة؟ توبة مفتوحة، مفتوحة للمشركين وللكفار ولكل مذنب. قال الله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا، فالذي يتوب يتوب الله عليه. وقال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. إلا من تاب فيهم المشرك لا يدعون مع الله، فإذا كان تاب إلى الله وترك دعوة غير الله وأخلص التوحيد إن الله يتوب عليه. فالتوبة تجب ما قبلها من جميع الذنوب، من الشرك ومن الكفر ومن النفاق ومن الذنوب والمعاصي، جميع المخالفات. نعم. قول سالم: هل جماعة التبليغ تهتم بجانب التوحيد؟ يذكرون عنهم أنهم ما يهتمون بهذا الأمر، وإنما يهتمون بجانب العمل والعبادة والزهد فقط، ما سمعنا عنهم أنهم يهتمون بجانب التوحيد ولا يتكلمون فيه، هذا الذي تواتر عنهم. نعم. الأسئلة كثيرة ونحن في هذا السؤال: من هم السلف؟ هل من الصحابة أم التابعين أم من تذكرون؟ السلف هم صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم القرون المفضلة، ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة قالوا لهم السلف. قال سبحانه وتعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال: من كان على مثل ما أنا عليه
وأصحابي، هذا هو الطريق الصحيح والمنهج السليم. نعم. والله هذا هو رغبتنا، ولو ما فيه طلبات الواجب علينا نجي لو ما فيه طلب، ولكن هذا يرجع لظروف الإنسان وإمكانيات الإنسان، وإن شاء الله إذا حصل فرصة نحن يشرفنا هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.